جويو هيون مكان اللاعب جمعة الجامعي. راح ننتظر متابعة لما تبقى. هنا فرصة وبيحاول فيها، ما زالت مستمرة إلى سيابي، مرور جميل، نقلة أمامية في الجول. سعيد الضبعوني يأتي بالخبر وينشر السعادة، كل السعادة هنا في مجمع صلالة بإحرازه لهدف التقدم، لكن إصراره وإصرار السيابي هو صاحب الهدف، هو صاحب الهدف لأنه أصر على أن يقاتل على الكرة الماضية، وصنع بعد ذلك عرضية مميزة للاعب سعيد الضبعوني اللي يدوب وضحى في الشباك لتعطي التقدم الآن لمصلحة صلالة وتنشر الفرح هنا في هذا المجمع، مجمع صلالة. سعيد الضبعوني